المجموعة الخامسة في البطولة تشهد كذلك مواجهة بين منتخبي مالي وموريتانيا، وقد عكست التصريحات الصادرة من مدربي المنتخبين عكست ثقة كاملة في الاستعداد للبطولة والاحترام الكامل للخصم أيا كان. التفاصيل في تقرير المختار ولد اليدالي من العين السخنة. بعد برنامج إعدادي دام شهرا كاملا، يأمل المنتخب الموريتاني في امتصاص الضغط الكبير الذي يرافق كل المنتخبات في مستهل مشوارها في البطولات الكبرى لكرة القدم. المرابطون سيكونون مطالبين بتقديم مردود بدني وفني كبير في مواجهة المنتخب المالي الذي يملك خبرة أفضل في المنافسة، لكن ذلك لا يؤثر على حماس المنتخب الموريتاني وجهازه الفني. نعرف أن مالي منتخب أفريقي كبير، لكن بما أننا هنا لا نخشى أي منتخب وسنسعى لتحقيق نتيجة جيدة. سنواصل في طريقنا، لا نعاني أي ضغوط خاصة، سنحاول أن نلعب بطريقتنا المعتادة وتقديم أفضل مباراة ممكنة، ونعرف أنه سيكون أمامنا منتخب قوي. نحن أيضا علينا أن نظهر إمكانياتنا وفعل كل شيء من أجل الفوز بالمباراة. المنتخب المالي الذي يدخل البطولة بتشكيلة قوية ومتجانسة يدرك أن مباراته أمام المنتخب الموريتاني ربما تكون الأسهل له على الإطلاق في الدور الأول، ومن هنا سيرمي بكامل ثقله لتحقيق الفوز والابتعاد عن أي مفاجأة. نحن ندرك أننا أعددنا منتخبا للكان في مواجهة كل منافسينا، ونحترم كل المنتخبات بما فيها موريتانيا. وتبقى المواجهة بين المنتخبين المالي والموريتاني مفتوحة على كل الاحتمالات وشبه متكافئة، مع أفضلية نسبية لخبرة الماليين في مواجهة طموح المنتخب الموريتاني. المختار لليدالي، بي إن سبورتس، العين السخنة.